أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيدة أم عبد الله صاحبة المحمصة الذهبية. أم عبد الله، بنحب نرحب فيك اليوم في البرنامج، نورتينا ونورتي شاشة برنامج رواد الأعمال. خبرينا أكثر عن نفسك وعن المحمصة الذهبية. مال 3 سنوات جمعية النهضة في الخوانيج، وخذيت الشهادة الحمد لله. اشتغلت أول شيء شغل بيت ما شاء الله 3 سنوات، والسنة الرابعة حاولت أطلع برا أسوي محمصة صغيرة، والله يطول عمر الشيخ سعود ما قصر، أعطاني دعم الرخصة تجارية والحمد لله شغالة، وإن شاء الله في المستقبل. الحين دخلت الأسواق والجمعيات التعاونية كعجمان كراس الخيمة، إن شاء الله ناوي يدخل شارجة قريبا، والعين أبو ظبي، كل 7 الإمارات، وإن شاء الله مستقبل ناوي أسوي مصنع ما شاء الله. ليش لا، نتمنى لك دائم النجاح والتوفيق. أم عبد الله، خبرينا أكثر عن المنتجات الموجودة عندك. المنتجات الموجودة عندي الحمد لله، عندي بهارات مميزة وأشتغل فيها الحمد لله، شغل نظيف ومرتب ومغسول ونظيف، وعندي خبز كباب وعندي بكورة، كل شيء نسوي الحمد لله. مثل وقت الشتاء نسوي سحلب، نسوي عصيدة، أشياء وايد يكون حسب الطلبات. عندي الحمد لله شاه مميز، عندي بهارات مثل مشاوي مميز، وأشياء وايد حلو مميز، وحتى لو راح السوق ما حد بيحصل، بعرف نفسي واثقة نفسي. ما شاء الله ما شاء الله، عنوان التميز أم عبد الله والمحمصة الذهبية. خبرينا أكثر عن الهدف اللي حضرتك رسمتي للسنوات القادمة. المحمصة أشتغل علشان الهدف التجارة أكون البيئة تحصل شيء نظيف ومرتب أكيد وما فيها قش. هذا الهدف، يعني هاي الرؤية. الهدف إنه أكون أطلع السوق وتعلم الحلو والمر أشوفه. أكيد تتمنى لك دائم النجاح إن شاء الله والتوفيق والتميز والتوسع. هذا هوايتي الشغل. يوم عمري 15 سنة إلى الحين أحب أتاجر أشتغل ما شاء الله. عمري ما قعدت، اشتغلت كل الشغلات، اشتغلت العطورات، اشتغلت البخور، اشتغلت الحنة، اشتغلت التجميل. شجعوني ربعي وجمعية وإبداعات، جمعية إبداعات ووزارة الحمد لله، وشجعوني كون أشتغل في القهوة والبهورات التواب العربية ما شاء الله. بس هذا شجعوني ما شاء جمعية الله. قالوا ودر كل الشغلات تخصصي هذا الشيء أحسن. أنا شغلي ما اعتمدت على مشروعي على العمال ولا على شغالات ولا عهد، كل بأنا وعيالي ما شاء الله. التوزيعات عيالي وزعوا معي، بعدني ما حطيت مندوب. إن شغل بيت أنا وعيالي نشتغل فيه، في المحمصة أنا وعيالي نشتغل فيه، إن ما حطيت أحد قريب يسوي شيء حقي أنا. صحيح. أنا وعيالي، كان قهوة كان بتوابل، كل شيء أنا وعيالي ما شاء الله. علمتهم الشغل علشان يدخلون السوق يتعلموا الله. ما يعتمدون على الراتب، لا، أبا يسوون دخل غير الراتب. صحيح. الأولاد بالذات ما شاء الله. الله يحفظ إن شاء الله العيال ويطول بعمرك أم عبد الله، وإن شاء الله المحمصة بتكبر بجهودك وبجهود حكومة ما تقصر إن شاء الله. أكيد. بتساعدنا إن شاء الله بعدين في المستقبل. صح. في المصنع ما شاء الله. الله إن شاء الله يطرح البركة والتوسع إلى توسع آخر إن شاء الله. الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والنعمة اللي الله أنعم عليها. الله يقصر الشيوخ وحكومة عطونا دعم وفاتحين بيبان والحمد لله، والخير وايد جاية الحمد لله. الله يحفظهم إن شاء الله. بنحب نوجه رسالة شكر كمان لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة من برنامج رواد الأعمال ومن محمصة الذهبية. خبرينا عن كيفية التواصل والوصول للمحمصة الذهبية. في عندي مندوب أقدر لو حد يطلب أبعث لهم عادي، نقدر نوصلكم، تقدرون تجون أي وقت تتصلون، حتى نص الليل لو حد طلب نقدر نوصلهم عادي 100% مفتوحة. الله يطرح لكم البركة إن شاء الله. شرفتينا اليوم باللقاء. طبعا أعزائي المشاهدين، أرقام التواصل والوصول سيكون أسفل الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعوننا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.